حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة والبداية من العناوين. إذن مشاهدينا، بعد شد وجذب واختلاف الرؤى والتوجهات، أخيرا المكلف برئاسة الوزراء السيد محمد الشياع السوداني يتوجه للبرلمان لغرض عرض كابينته الوزارية للتصويت، وفعلا نالت الثقة. أسماء الوزراء المرشحين تغيرت كثيرا خلال الساعات الأخيرة، ومواقع التواصل الاجتماعي ضجت بأسماء وعناوين مرشحين للحقائب الوزارية، أسماء سرعان ما تغيرت وتبدلت، إما أنها لم تكن مرشحة من قبل رئيس مجلس الوزراء المكلف، لم تكن مرشحة من الأساس، أو لضغوطات سياسية وتغيرات بالمواقف. ليأتي الخبر اليقين من البرلمان ومن السيد المكلف بإعلان الأسماء واضحة وصريحة، وترك القرار لممثلي الشعب ليمارسوا دورهم النيابي والتشريعي بكل أريحية وديمقراطية، والانتهاء من تشكيل الحكومة الأكثر تعقيدا بعراق ما بعد 2003، وفعلا نالت الثقة قبل قليل. وفي ملفنا الآخر من ملفات حصادنا لهذه الليلة مشاهدينا، يتواصل الدعم الشعبي والسياسي من قبل قادة الكتل السياسية للمضي بتشكيل الحكومة، فأهم الزعامات السياسية بالعراق حاضرة اليوم تحت قبة البرلمان من أجل الانتهاء من المخاض العسير للحكومة الحالية، بعد حملة من الحوارات والتفاهمات انتهت بتشكيل تحالف إدارة الدولة الذي ضم جميع أطياف الشعب العراقي من شيعته وسنته وكرده وباقي الأطياف، جميعهم اتفقوا على تقديم مرشح مستقل يكلف بتشكيل الحكومة، وتركوا مسألة اختيار وزراء أهم الحقائب الوزارية لشخصه شرط موافقة أعضاء البرلمان. أهلا بكم مشاهدينا، ونرجو أن تتابعوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام مباشرة بصوت وصورة من بغداد، عميد كلية الآمال وأستاذ العلوم السياسية دكتور عامر حسن فياض. أهلا بكم دكتور ضيفا كريما، وكذلك ترحيب بعضو شبكة الهدف للتحليل السياسي الأستاذ مؤيد العلي. أهلا بكم سيد مؤيد، حياكم الله. وسهلا، أبدأ معك دكتور عامر وأهلا بك. بداية، على ماذا يدل التصويت وسلاسة التصويت على الكابينة الوزارية المرشحة من قبل السيد محمد الشياع السوداني خلال المدة المحددة دستوريا للمكلف؟ يعني أولا، التصويت هو ليست حاجة ترفيهية بقدر ما هي حاجة ملحة، والولادة كما نعرف جميعا كانت عسيرة، وربما مطرح هذه الولادة سوف لن يكون أو هو ليس بالمطرح السهل. هو العراق الذي يعاني من مشكلات معقدة وعنقودية ومترامية الأبعاد والمواصفات. طيب، رغم ذلك هذه الحكومة ولدت كحاجة ضرورية كما قلنا، وسجلت لها عناوين بمجموعها يشكل الهدف المنشود للمرشح المكلف معالي الدكتور شياع، الذي حدد برنامج عناوين الأربعة تتمثل بضرورة أن تكون هذه الحكومة كما يريدها قوية وكفوءة ومهنية ونزيهة. هذه العناوين هي سهلة النطق ولكنها ليست سهلة في عملية التطبيق، ولكن فيض التهديدات والتحديات لا يعني بأن الحل هو غير موجود. إذا كان الأمر يتعلق بضرورة وجود حكومة بهذه المواصفات، فلنبدأ بالمواصفة الأولى. هل إن السيد الشياع كان مدركا عندما أراد أن تكون الحكومة قوية؟ أنا أقول نعم، كان مدركا ومتفهما لذلك.
بدليل أنه ربط مسألة القوة في الحكومة بضرورة وجود اشتراطات، وأهم هذه الاشتراطات هي مسألة التعامل مع أو مغادرة ملف التسلح المنفلت، واحد، ضرورة تثبيت سلطة القانون، اثنين، وضرورة استرجاع الهيبة للدولة، ثلاثة. فيما يتعلق بالكفاءة والمهنية، أنا أعتقد السيد الشياع يدرك ويفهم جيدا بأنه في العراق، والعراق يحتوي طاقة بشرية كفوءة ومهنية، ولكن هناك مشكلة الحقيقة. هذه المشكلة أنا أعتقد حتى القوى السياسية أدركت ذلك، بأن المهني والكفوء من الممكن التقاطه من بين المنتمين إلى مثل هذه القوى من جانب، وإن لم يكونوا هناك فبالإمكان، طالما أن النظام هو نظام برلماني والقوة هي بيد ممثلي الشعب، فبالإمكان لهذه القوى أن تنتقي أو توافق على شخصية ضمن إطار الكابينة، وهذه الشخصية ستكون موضع مراقبة وموضع محاسبة من قبل ممثلي الشعب. أود أيضا أن أسألك دكتور حول شخصية المرشحين أو الوزراء لهذه الحقائب الوزارية، لكن قبلها دعنا نتابع سوية مع مشاهدينا هذه اللقطات من مجلس النواب وجلسة اليوم المخصصة لمنح الثقة لحكومة المكلفة رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني. يبدو أنه لا يوجد صوت، فقط تصوير. نتابع أثناء ما نتحدث أيضا، وننتقل بسؤال لكم سيد مؤيد، أهلا بك مرة ثانية. بالنسبة للتشكيلة الوزارية، تابعتم الأسماء التي نالت الثقة، هذه التشكيلة سيد مؤيد ماذا تؤشر من حيث القوة، يعني حول القوة، ما مدى القوة التي ستحصل عليها هذه الحكومة بوجود هذه الأسماء وهذه التشكيلة الوزارية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك أستاذ بشار وإلى ضيفك العزيز دكتور عامر وإلى كادر مشاهدي قناة الأيام الفضائية. أنا أعتقد أنه اليوم يعني ما حدث هو نقطة تحول مهمة جدا في العملية السياسية العراقية بعد الأزمة الكبيرة التي شهدها العراق. فبالتالي يعني انتهاء فترة مظلمة، فترة السيد الكاظمي وما كان يشوبها من فتن وفساد وسرقات كبيرة جدا لأموال الشعب العراقي، يعني من ضمنها يعني سرقة أمانات هيئة الضرائب وغيرها، وقد تكون هناك سرقات أكبر من هذا الأمر. فبالتالي ما حدث اليوم هو انتصار واضح للإرادة السياسية التي تؤمن بالتداول السلمي للسلطة، بعيدا عن الفوضى، بعيدا عن الاحتكام إلى لغة الشارع واستخدام الأمور العسكرية والصواريخ وغيرها من أجل فرض إرادة سياسية معينة. أنا أعتقد أن قوة هذه الكابينة الوزارية هي تأتي أولا من قوة شخص يعني رئيس مجلس الوزراء سيد محمد الشياع السوداني، له نقاط قوة ونقاط إيجابية كثيرة جدا من خلال تسنمه لعدة مناصب، سواء كان عندما كان في محافظة ميسان أو عندما استوزر أكثر من وزارة بالوكالة أو بالأصالة، وأيضا عندما كان عضو مجلس النواب لم تؤشر يعني حالات فساد أو سوء إدارة على هذه الشخصية. فبالتالي هذه تعتبر نقطة قوة إلى يعني مجلس الوزراء. بعض الأسماء قد تكون أسماء يعني جديدة ودماء جديدة ضخت في الكابينة الوزارية، فبالتالي ننتظر أداء هذه الوزارة هذه الشخصيات وبعد ذلك نقيمها. لكن يعني هناك ملاحظة يعني أنا برأيي أنه بعض الشخصيات قد تكون يعني فرضت بشكل ما على السيد محمد الشياع السوداني أو رهو يعني إرادة معينة كوجود هكذا شخصيات. لكن مقابل هذه النقطة سيد مؤيد، كان هناك حديث عن وجود خلافات ما بين الأطراف السياسية والكتل وخلافات حول بعض الحقائب الوزارية، لكن اليوم نيل الثقة من قبل البرلمان لهذه التشكيلة، هل فندت هذه الأنباء عن وجود خلافات؟ هل هي كانت خلافات مجرد بسيطة على بعض المرشحين أم كانت خلافات عميقة والآن انتهت بنيل الثقة؟ بالتصويت على هذه الكابينة الوزارية أنا أعتقد أنه جزء كبير من الخلافات فيما بين الكتل السياسية قد انتهت. اليوم هناك يعني نجب أن نثبت نقطة، هناك إرادة سياسية واضحة للسير بعملية سياسية تخدم أبناء الشعب العراقي بعد كل الأزمات الكثيرة التي مرت بالعملية السياسية،
وكانت يعني من ضمن تداعياتها ان تكون يعني فجوه كبيره جدا بين الجماهير وابناء الشعب العراقي وبين الطبقه السياسيه. اليوم اعتقد انه الخلافات كانت موجوده، الخلافات يعني دائما موجوده فيما بين الكتل السياسيه، سواء كانت عند تشكيل الحكومه وعند الانتخابات الكتل الخلافات كانت واضحه جدا بين الاحزاب الكرديه من ترشيح يعني رئيس الجمهوريه الى تقاسم المناصب الوزاريه، ايضا الخلافات بين الكتل السياسيه السنيه ايضا كانت واضحه جدا حول ما هي الوزارات التي تريدها كتله عزم او كتله تقدم وما هي الشخصيات. فبالتالي كما تفضلتم في التقرير هناك اسماء عديده طرحت في وسائل الاعلام لكنها بعض هذه الاسماء تغيرت. اعتقد انه اليوم اكثر جهه سياسيه كانت في مرونه مع السيد محمد الشياع السوداني هو الاطار التنسيقي عندما رشح لكل وزاره اكثر من مرشح وبالتالي اعطى الحريه لمحمد الشياع السوداني ان يختار. هناك بعض الكتل السياسيه للاسف ما زالت تفكر بنفس العقليه وتستخدم نفس الاليات والادوات البائسه والمستهلكه. اليوم مثلا اصرار الكتل السياسيه الكرديه يعني الحزب الديمقراطي على ترشيح السيد فؤاد حسين لوزاره الخارجيه. في زمن السيد الكاظم ايضا كان يوجد فؤاد حسين، ما الذي قدمته وزاره الخارجيه على صعيد السياسه الخارجيه؟ ما الذي قدمته على صعيد حفظ سياده العراق من خلال ادانه او التحرك على التحركات والتقدم والاحتلال التركي لاراضي شمال العراق؟ فبالتالي انا اعتقد انه بعض الشخصيات قد تكون هي بضغط من بعض الاحزاب، واعتقد ان محمد الشياع السوداني فرض يعني في تفاوضاته واشتراطاته مع الكتل السياسيه على ان يكون اي شخصيه لا تقوم بواجبها وفق المنهاج الحكومي للسيد محمد الشياع السوداني مباشره. خلينا نطلع ونسال النائب معين الكاظمي عن هذا الموضوع وينضم لنا مباشره عبر الهاتف سياده النائب معين الكاظمي النائب عن تحالف الفتح. اهلا بك سياده النائب. بدايه اود ان اسالك عن مدى حريه الاختيار التي منحت للمكلف السوداني باختيار اعضاء كابينته الوزاريه، هل فعلا ايضا كان هناك خلافات على بعض الوزارات التي لم يطرح مرشحوها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه نضحك للشعب العراقي هذا الانفراج الحاصل بعد انسداد طويل، والان هناك استبشار لدى الشعب العراقي بان المستقبل سيكون افضل. حتى من قبل اسبوع بدات الاسواق تتحرك افضل، وان شاء الله السيد رئيس الوزراء يكون صادقا مع المواطنين في تطبيق البرنامج الحكومي والوعود التي قدمها، وعليه ان يكون هناك متابعه لوزرائه بالرغم من ان ترشيحهم كان من قبل جهات سياسيه، ولكن لابد لرئيس الوزراء ان يتابع اداء هؤلاء الوزراء. الوزراء قدموا بخيارات متعدده واختار رئيس الوزراء الخيار الافضل، ولكن لا نقول الطريقه المثاليه، هناك اكيد ظهور من قبل جهات سياسيه على اختيار احد هؤلاء المرشحين الذي قدموهم. فمع ذلك لابد يكون المنهج هو منهج التشغيل والمراقبه والمتابعه والمحاسبه للكابينه الوزاريه سواء من رئيس الوزراء او من مجلس النواب ومن ابناء الشعب العراقي الذي يراقب هذا الاداء، باعتبار ان هؤلاء الوزراء امام امتحان واختبار كبير لمرحله قادمه امام انتخابات اخرى. وشعار الاطار التنسيقي لابد من تحقيق النجاح لهذه الحكومه. طيب سياده النائب، انتم منحتم الثقه لحكومه السوداني، اغلب الكتل قدمت الدعم للسوداني وحكومته بهذه التشكيله، لكن ماذا لو اخفق احد الوزراء مثلا في اداء مهام الوزاريه؟ هل ستحاسبون؟ هل ستقومون العمل؟ طبعا مطلوب من الكتل السياسيه التي تريد ان تحافظ على مصداقيتها امام جماهير امام الشعب العراقي، خصوصا كتل الاطار التنسيقي والكتل الاخرى التي شاركت بالحكومه، ان تحقق نجاح لهذه الوزارات من خلال المتابعه والمراقبه والترشيد والاداء، ولا الوزاره الحديثه هي تكون مقطوعه لهذه الجهه السياسيه او تلك. هذه التعليم يجب ان تغادر، وعلى رئيس الوزراء ان يكون حريصا وحارسا لمصلحه الشعب ومراقبا لاداء هؤلاء الوزراء، ويكون صريحا
مع ابناء الشعب العراقي ومع الكتل السياسيه عندما يشخص ان هناك فشل وعدم نجاح من قبل وزير معين يعرض هذا على الكتل السياسيه وتحول بترشيح البديل المناسب وبذلك يتوضح لدى الراي العام بان الجهه الفلانيه فشلت في تقديم نموذج يخدم ابناء الشعب العراقي. لابد ان يتحلى السيد السوداني بالمصداقيه وبذلك يكون دعمه الشعبي اكثر، هناك لديه الان مقبوليه ولديه دعم شعبي اذا تعامل بمصداقيه وعدم تساهل كما جرى في حكومه تصريف الاعمال التي ادت الى كم كبير من الفساد والاخطاء والخساره بمصلحه البلد مقابل مجاملات امام كيانات مستفيده الحكومه ولم تنتقد لمده سنتين بالرغم من شعارات الاصلاح اللي ترفعها وغيرها. لذلك لابد من ان تتحلى حكومه السيد السوداني بالمصداقيه والجديه في تطبيق البرنامج الحكومي توزيعه على الوزارات والجهات ذات العلاقه لتنفيذ البرنامج كل حسب اختصاصه وان يضمن موازنه 2023 التخصيصات اللازمه لتطبيق هذا البرنامج في مجال الطاقه، في مجال الصحه، التربيه والتعليم العالي وكل القطاعات المهمه التي من شان المطالعه الجديه والحريصه ان تصحح كنموذج موضوع الكتب المدرسيه التي فشلت حكومه تصريف الاعمال بتوفيرها لطلبتها للموسم الدراسي الجديد بامكان حكومه السيد السوداني ان تتبع ب 70 مليار دينار فقط في متابع داخليه وليست ب 400 مليار دينار في الاردن كما تعود وزاره التربيه ان تجري هذا هذه الصفقات البعيده عن مصلحه البلد. سؤال اخير سياده النائب، بالنسبه للوزارات المتبقيه ليش ما تم طرحها ككابينه كامله؟ لو اكو خلافات على هذه الوزارات؟ طبعا الكابينه كلها 23 وزاره اللي تم التصويت عليها ومررت هي 21 وزاره يعني اغلبيه مطلقه تقريبا. الوزارتين هي وزاره الاتصال ووزاره البيئه. وهذه الوزارتين هو اكو اختلاف بين يكتي البارتي نتوقع يحل هذا الاختلاف خلال الايام القليله وتعقد جلسه اخرى للتصويت على وزيري الاسكان والبيئه وبذلك تكتم الوزاره والان وزاره الكابينه ويمكن ان تمارس عملها بكل جديه وبكامل الصلاحيات وبذلك يمكن ان تحقق شيئا اساسيا ومهما لابناء شعبنا الذين يستحقون الخدمه ويستحقون الشيء الكثير. شكرا جزيلا لكم النائب عن تحالف الفتح معين الكاظمي، كنت ضيفا كريما عبر الهاتف، شكرا لكم سياده النائب. اعود لك مره اخرى دكتور عامر، نعتذر عن التاخير وكنا نتحدث واياك عن مواصفات الشخصيات التي نالت الثقه، لكن تعتقد يعني القوه والكفاءه والمهنيه هل هي متوفره في هذه التشكيله الوزاريه وخصوصا السوداني كان له حريه كبيره باختيار اعضاء كابينه الوزاريه وهذه المواصفات ان توفرت فعلا هل يعني سيكون لها تاثير كبير على تحقيق البرنامج الحكومي الذي وعد به؟ يعني هذا هو تعهد به السيد رئيس مجلس الوزراء. نعم. موضوعة الحكومه القويه والكفوءه والمهنيه يضاف الى ان تكون النزيهه. هو مدرك كما قلنا ل جملة المخاطر اللي تواجه الواقع السياسي العراقي وأيضا مدرك لضرورة اتخاذ إجراءات لكي ينجح أو شروط نجاح مثل هذه الحكومة بالتأكيد هو يتكئ على موضوعة هاي المواصفات الثلاثة والرابعة المتمثلة بموضوعة النزاهة بالتأكيد يعني وجود مثل هذه المواصفات ما يعني لا يجعلنا نتسرع بالتأكيد على أن هذه الوزارة حتى هذه اللحظة هي قوية بل يراد لها أن تكون قوية
لا نستطيع أن نتوقع أو نحسم أمر أنها كفوءة ومهنية إلا بعد أن تكون هناك نتائج. ما هي هذه النتائج؟ هل هذه النتائج متمثلة بالوعود الوردية؟ هل هي متمثلة بالمبالغة بهذه الوعود الرومانسية؟ يعني يمكن عذر المقاطعة دكتور عامر، لكن الوعود كانت من السوداني على شكل برنامج عمل وكان بأولويات. طيب التصويت اليوم بأغلبية مطلقة من قبل البرلمان على هذا المنهاج أو هذا البرنامج الحكومي يؤكد أن هذا البرنامج ملبي على الورق، لكن هذا الدعم لهذا البرنامج راح يكون دافع ومنحى قوة أكبر لأن ينفذ على أرض الواقع. هي بالمناسبة كل الحكومات السابقة لم يكن هناك أي اعتراض على موضوع برامجها. البرنامج كمرحلة أولى في التصويت، ومن ثم التصويت على الشخوص فرادة وفق ما جاء في المادة 76 فقرة 4 من الدستور. المسألة ليست هنا، يعني من الضروري في موضوعة البرنامج أن يكون برنامج فيه تعهدات قليلة، إن تحققت وهناك زيادة فبها، ولكن المشكلة إن كانت هذا البرنامج مبالغ فيه لا أقصد برنامج السيد الشيع، بل أقصد برنامج حكومي، إن كان مبالغ فيه وفيه وعود كثيرة ولا يتم تحقيق إلا جزء من هذه الوعود، هنا هي المشكلة. فلذلك نقول من شروط النجاح أن يكون هذا البرنامج أولا برنامج له عنوان، والعناوين كما قلنا وضعها السيد الشياع، وهناك بوصلة لمثل هذه العناوين، البوصلة بتصوري، وهناك إشارة للبيان المقتضب اللي حدده السيد الشياع في البداية إلى هذه النقطة التي سوف أتمسك بها وأجعل منها عنوانا أو هدفا لكل الحكومة. هذا العنوان هو أن هذه الحكومة البصمة الرئيسية فيها، إن أرادت أن تسجل بصمة إيجابية، هي أنها حكومة تستطيع أن تنفذ أو يكون هدفها هي إيقاف التدهور. يعني المواطن لا يريد حكومة تقول بأن العراق سيتقدم، أن العراق ربما يريد حكومة قوية قادرة على تنفيذ هذه الوعود. وأنتقل دعني إذا تسمح لي دكتور، أنتقل لسيد مؤيد. إجماع نيابي، إجماع سياسي الذي شهدناه اليوم في هذه الجلسة لمنح الثقة لهذه الحكومة وتأييدها، إلى أي درجة يمكن أن يجعلها قوية؟ يقين أنها تعتبر من ضمن النقاط القوة التي تتميز بهذا الحكومة، ناهيك عن الدعم السياسي البرلماني، شخصيات يعني كتل وقادة سياسيين، إضافة إلى وجود ممثل عن الأمم المتحدة في هذه الجلسة. هذا يعطي أن هناك ليس فقط هناك دعم سياسي داخلي، إنما هناك دعم دولي، لأن اليوم في هذه المرحلة الداعم والفاعل الدولي يذهب باتجاه أن لا يكون العراق فيه فوضى، وساهم بشكل واضح في حل الأزمة نوعا ما، لأن اليوم الأزمة الطاقة الموجودة في العالم، مشكلة الحرب الروسية الأوكرانية، أنه الدول الأوروبية والغربية مقبلة على مشكلة حقيقية فيما يتعلق بتجهيز الطاقة، والعراق رقم مهم جدا، يوم نتكلم ما يقارب 5 ملايين برميل نفط يوميا إضافة إنتاج الغاز. فبالتالي هذه الدول من المجتمع الدولي يريد استقرار للعراق، فبالتالي هذا تعتبر من أهم نقاط القوة التي ساهمت في التصويت على هذه الكابينة، وأيضا في حل حالة الانسداد السياسي والأزمة السياسية السابقة. أعتقد أنه اليوم محمد الشياع السوداني، يعني إضافة إلى ما يمتاز به من مفروض يمتاز به من قدرات إدارية وتنفيذ السياسات العامة للدولة، أيضا يحتاج إلى دعم سياسي، دعم برلماني. يعني المشكلة ليست لا تنحصر فقط في الأداء الحكومي، يجب أن تكون هناك تعاون ومسؤولية مشتركة. هذا الدعم اللي تتحدث يعني بالمقابل كان هناك أكو توافق سيد مؤيد، توافق وتفاهم كبيرين بين الأطراف السياسية والكتل والدعم للسوداني وحكومته،
لكن إلى أي درجة ضروري أن يستمر هذا الدعم من أجل تحقيق البرنامج الحكومي اللي كما ذكر دكتور عامر أنه أغلب الحكومات لديها برنامج مكتوب على ورقة، ولكن الأهمية تكمن في وجود قوة ودعم لتنفيذ هذا البرنامج. أي أحسنتم، أنا أتفق أن الحكومات السابقة كانت البرامج الحكومية مجرد حبر على ورق. في هذه المرحلة وفي ظل الأزمة السياسية وهذه الفجوة الكبيرة التي قلنا عليها بين الجماهير والعملية السياسية، وأبسط دليل حجم المشاركة المتواضعة في الانتخابات السابقة، فبالتالي هذه الكتل السياسية إن لم تفكر أو تجعل مصلحة الشعب العراقي هي الأولوية وهي المعيار الأول الذي يجب أن تعمل عليه، يجب أن تفكر في مصلحتها وبقائها في العملية السياسية، وذلك من خلال خدمة أبناء الشعب العراقي. اليوم الشعب العراقي نوعا ما يمتلك بصيرة وقادر على قراءة الأمور، يميز بين الوعود وبين القدرة على التنفيذ على أرض الواقع. لذلك اليوم يعني هذا الدعم السياسي لا يمكن أن نقول عنه، يعني لا يمكن أن يبقى مجرد دعم في بداية تشكيل الحكومة وكل كتلة تأخذ مكتساباتها ومغانمها ووزاراتها، وبالتالي تذهب باتجاه آخر وتقول أنا ما لي علاقة مثل ما حدث مع السيد عادل عبد المهدي. يجب أن تكون المسؤولية تضامنية بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، بين هذين السلطتين وبين الكتل السياسية التي هي أصلا ممثلة في الجانب الحكومي وفي الجانب التشريعي. المسؤولية تضامنية ويجب أن تستمر إلى نهاية هذه الحكومة وتنفيذ برنامجها، لا أن تكون مجرد دعم في البداية وبعد ذلك تكون هناك انشغال بالمصالح والمكتسبات. هذا خطأ استراتيجي إن وقعت به الكتل السياسية، فبالتالي هي تضع نفسها ووجودها السياسي على هافة الهاوية، خصوصا أنه حتى الأزمة السياسية عندما انتهت فبالتالي الخطر الاستراتيجي والخطر الكبير لم يزل بالمطلق. يعني قد يتغير الوضع العالمي، قد الفاعل الدولي وحتى الأمم المتحدة وبلاصخات التي رأيناها كانت تتباين في مواقفها، تارة مع التظاهرات مع الفوضى، تارة مع يعني استقرار الوضع السياسي مواقفها كانت متناقضة جدا. قد يتغير الوضع العالمي بأي لحظة من اللحظات وفي فترة معينة، فبالتالي على الكتل السياسية أن تدرس الواقع السياسي ليس فقط الداخلي، الإقليمي والدولي، وبالتالي تنطلق بممارسة حقيقية لعملية سياسية تضامنية بينها وبين السلطة التنفيذية، وتقدم شيئا للمواطن. الدكتور تفضل بنقطة مهمة جدا، إيقاف التدهور من أهم القرارات والأمور والإجراءات السريعة التي يجب أن تقوم بها حكومة محمد بن الشيع السوداني، أن تعيد النظر بقرار حكومة سكايدي كاظمي خفض قيمة الدينار وارتفاع الدولار، وبالتالي أثر بشكل واضح على المواطن. خلينا نناقش هذه النقطة وخطاب رئيس الوزراء اللي تابعنا قبل قليل، لكن في محورنا الثاني، ونرجو من مشاهدينا أن يبقوا معنا بعد أن نذهب إلى هذا الفاصل. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، ومرة ثانية رحب بضيوفنا الكرام مباشرة معنا بصوت وصورة عضو شبكة الهدف للتحليل السياسي الأستاذ مؤيد العلي. أهلا بكم مرة ثانية، ونجدد ترحيب بكم عميد كلية الآمال الدكتور عامر حسن فياض. أهلا بكم دكتور مرة أخرى، وكنا نتحدث عن الدعم السياسي والشعبي وحتى الدولي لحكومة المكلف ومدى أهمية هذا الدعم، لكن دكتور عامر هذا الدعم إلى أي درجة مهم بحيث ينجح الحكومة بتطبيق برنامجها الحكومي؟ هذا الدعم يعني ممكن اللي شهدناه حاليا دعم كبير من مختلف الأطراف، لكن راح يستمر لسرعان ما تطفو الخلافات على السطح وتبدأ عرقلة عمل الحكومة لأسباب متعددة. يعني موضوعة الدعم هي مسألة مهمة، يعني أي حكومة يفترض أن تكون هناك أطراف مساندة لها، والأطراف الأخرى غير مساندة يفترض أن تكون معارضة ذات نهج إيجابي وليس ذات نهج سلبي، معارضة لأغراض التقويم، معارضة لأغراض المراقبة، معارضة لأغراض يعني التعديل والإصلاح. هذا الدعم يفترض أن ننظر له من زاويتين، الدعم الداخلي والدعم الخارجي. أنا أعتقد المنهاج الحكومي للسيد الشياع أكد على مسألة مهمة جدا ذات صلة بموضوعة الدعم للحكومة الجديدة. هذه المسألة عنوانها ضرورة التماسك الوطني، والتماسك الوطني لا يتحقق إلا من خلال استمرار نهج الحوار
الوطني ما بين الأطراف السياسية العراقية. لماذا؟ لأن حتى الدعم الخارجي أنا أعتقد سيكون هشاً فيما إذا كان هناك أو إذا غاب التماسك الوطني. طيب. لذلك انتبه السيد أو دولة رئيس الوزراء انتبه فأكد في برنامجه على ضرورة اعتماد واستمرار اعتماد الحوار الوطني ما بين الأطراف السياسية العراقية المسببة لما حصل وغير المسببة لما حصل. هناك سواد أعظم، هناك منظمات، هناك نقابات، هناك شخصيات، فهو منفتح على الجميع لكي يستمر هذا الحوار الوطني وهذا التماسك. لماذا؟ طيب. لأن إن توفر مثل هذا التماسك هذا يعني البدء بمغادرة ملف خطير عانينا منه كثيرا، هو ملف الاستقواء لأطراف متعددة بالداخل العراقي، الاستقواء بالأجنبي سواء كان شرقا أو غربا. كلما زاد التماسك الوطني كلما نظر الآخر البراني سواء كان إقليمي أو دولي نظر بعين محترمة للوضع السياسي وللحكومة وللسلطات الثلاثة. والعكس هو صحيح، كلما كان هناك مفترقات ما بين القوى السياسية فبالتأكيد سوف ينظر الآخر الخارجي بعين إذن صغيرة. إذن الدعم الدولي الأممي مهم جدا بالنسبة لي، ولكن الأولوية للدعم الداخلي هو الذي يقوي وهو الذي يجلب إيجابيا. طيب. الدعم الإقليمي والدولي. طيب سيد مؤيد، بالنسبة للدعم الدولي الأممي من قبل الأمم المتحدة دعم واضح حتى الآن، لكن هل سيساعد الحكومة على مواجهة والتعامل مع الملفات الخارجية، خصوصا أنت ذكرت قبل قليل أكو متغيرات ومعطيات في المنطقة والعالم وأزمة أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة والصين، أيضا هناك دعم خليجي واضح لهذه الحكومة وربما رغبة بما معلن رغبة لإنجاحها، لكن تمكن هذا الدعم من إنجاح الحكومة بالتعامل مع الملفات الخارجية أبرزها إرجاع سيادة البلاد التي اخترقت لأكثر من مناسبة؟ سيادة في عهد السيد الكاظمي يعني للأسف كانت السيادة العراقية منتهكة بشكل واضح جدا، سواء كنا نتكلم عن الانتهاكات التركية، الخروقات الأمريكية الواضحة. اليوم تركيا يعني تمادت باحتلالها لأراضي ومساحات كبيرة جدا في شمال العراق، يعني خرقها للأجواء العراقية. هذا أمر مهم جدا، ليس فقط هذه المسألة، هناك قرارات اتخذتها حكومة السيد الكاظمي هي قرارات يعني ليست فقط تمس للسيادة العراقية، إنما تسمح لجهات خارجية بالتجسس على العراق. يعني من أبسط هذه الملفات ووضعها هو التجديد بشركة سيركو البريطانية، شركة الخدمات الجوية في مطار بغداد، علما أن هذه الشركة وفق التحقيقات الأولية هي متهمة بالمساعدة في اغتيال قادة الشهداء في مطار بغداد، والعديد من الملفات والقرارات لحكومة السيد الكاظمي. الدعم الخارجي يعني اتفق تماما مع ما طرحه الدكتور عامر، يعني لابد ان يكون هناك دعما داخليا ورص لصفوف الكتل السياسيه وابناء الشعب العراقي واعاده الثقه لدى ابناء الشعب العراقي بالعمليه السياسيه، وبالتالي نقلل من فرص تدخل الفاعل الخارجي مهما كان ونستثمر التدخلات التي تصب لمصلحه العراق. حتى موضوع الذي تفضلت به موضوع الطاقه و ما يحدث اليوم من أزمة عالمية كبيرة جدا، وهذه الدول بحاجة إلى أي مصدر من مصادر الطاقة في قادم الأيام القريبة وليس البعيدة. العراق يجب أن يتعامل بسياسة خارجية متوازنة مع هذا الملف، وبالتالي يحقق أكبر مصلحة لأبناء الشعب العراقي. حتى قرارات منظمة أوبك الداعي إلى تخفيض الإنتاج قد يعني لاقت يعني تصريح نوعا ما فيه شبه اعتراض من قبل السيد السوداني، وبعد هذا التصريح مباشرة في اليوم الثاني كانت هناك زيارة للسفير الأمريكي للسيد محمد ياشاع السوداني، لأن أمريكا أيضا تتأثر بأي قرار عراقي فيما يخص الاتفاق مع منظمة أوبك، خفض الإنتاج أو زيادة الإنتاج. طيب. هذه الملفات يجب أن يتعامل بها
حكومة محمد الشياع السوداني بسياسة متوازنة طيب. تضع ملف أولو يعني مصلحة العراق من الأولويات. لكن سيد مؤيد قصوة. يمكن نوهنا دكتور عامر على بعض من أسباب اختراق السيادة، أسباب منها استغلال الخارج للخلافات الداخلية واتخذ ذريعة لاستغلالها بخرق السيادة، لكن يستطيع السودان التعامل مع هذه الملفات داخليا ويتم دعمه للتعامل مع قضية السيادة واسترجاعها وحفظها؟ أتفق مع هذا الطرح، وأيضا أضيف نقطة أنه الفاعل الخارجي أيضا كان يعني في مرحلة ما في يعني وضع زمني معين كان مساهما في افتعال هذه الأزمات أو على الأقل تأجيجها وتكبيرها بين الكتل السياسية. هذا الأمر واضح جدا، وهناك وسائل إعلام للأسف اليوم يعني لو يتابع وسائل الإعلام الألمانية مثلا اليوم كانت هناك تعطي رسائل سلبية من خلال أنه الكتلة المنسحبة من البرلمان هل سوف تسكت، هل سوف تقوم بأعمال أخرى. هذه التنبيهات والتدخلات أيضا تنبئ أنه بعض الدول يعني قد تكون مواقفها غير ثابتة في المستقبل القريب أو المتوسط. أيضا لا ننسى أنه اليوم العامل الآخر دخل في الفاعل الخارجي السياسي انه فرنسا يعني قبل فتره ليست ببعيده كانت هناك اتصالات من قبل الرئيس الفرنسي ماكرون مع بعض قاده الكتل السياسيه في الخط الاول للضغط عليهم لبقاء حكومه السيد الكاظمي، لان هناك استثمارات كبيره جدا اعطيت لشركات فرنسيه منها شركه توتال وغيرها في مجال الاستثمارات النفطيه واستثمارات الغاز الطبيعي بعيده المدى، فبالتالي الدول تبحث عن مصالحها. انا اعتقد ان موضوع السياده موضوع مهم جدا، محمد الشياع السوداني مهمه صعبة ليست مستحيلة فيما يتعلق بتوفير الخدمات لأبناء الشعب العراقي، وهذا يستلزم إن لم نقل محاربة الفساد على الأقل تقليل الفساد، وأيضا ملف السيادة مهم جدا. طيب. التدخلات الخارجية مستمرة ولن تتوقف، تحتاج إلى حكومة قوية تستطيع تقليل تلك التأثيرات، وأنا أتفق مع الطرح طالما كانت الصفوف الداخلية يعني متوازنة ومتسقة ومتوحدة فيما بينها نقلل من إمكانيات تدخل الفاعل الخارجي الذي يحاول تارة إثارة الفتن، تارة يجد فتن جاهزة بين مكونات سياسية معينة ويقوم بتغذيتها وتأجيجها لتحقيق مصالح معينة لتلك الدول، أو على الأقل تصريح يعني تحقيق مصالح. لا ننسى أنه الفاعل الإسرائيلي في المنطقة يبحث عن أمنه القومي، وهذا الأمن القومي في ظل في رؤية الإسرائيليين أنه لا يجب أن يكون طيب. هناك استقرار في العراق. ذكرت أنه السيادة اخترقت لأكثر من مرة في العراق أو سيادة العراق بفترة حكومة تصريف الأعمال، وهذه نقطة أنتقل بها إليك دكتور عامر. تابعنا قبل قليل الخطاب الوداعي لرئيس الوزراء السابق السيد مصطفى الكاظمي الذي تحدث عن منجزات. دكتور عامر، هل يمكن وضع علامة استفهام وتعجب على المنجزات التي تحدث بها الكاظمي؟ يعني علينا أن نسمع العرض يعني وهو ليس فرضا على الجميع، هذه مسألة. المسألة المهمة أنا أعتقد في طبيعة السيد الشياع، في طبيعته كرجل دولة هو تكميلي وليس تصفيري، هو يتعامل مع الآخر يعني تعامل لا يصل إلى التعامل الخلافي، ربما يتعامل باختلاف، وهي مو مشكلة بالسياسة. سيد الشياع أنا أعتقد عندما يكون تكميلي فعليه أن يلتقط ويستكمل إيجابيات من سبقوه جميعا. إذا تحدثنا في مجال التعامل العراقي مع خارج الإقليمي والدولي لنكن منصفين انطلاقا من نهج السيد الشياع اللي هو غير انتقامي كما قلنا، علينا أن نكون منصفين بأن العراق سجل بشكل أو بآخر حضورا في محيط الدولي ومحيط الإقليمي في فترة الكاظمي. نعم. تقصد في حكومات سابقة، يعني العراق في محيط العربي كان يشاع بأن العراق هو منعزل عن الحظيرة العربية، في حين الحظيرة العربية هي كانت عازلة العراق عن المنطقة. طيب إلى أي درجة تحسنت، إذا كنت تتحدث عن جانب العلاقات الخارجية، إلى أي درجة تحسنت علاقات العراق
مع محيطه اقليمي والدولي بفتره الكاظمي ويمكن اعتبارها منجزات دبلوماسيه. بالضبط، يعني هناك بشكل او باخر الحكومه السابقه يعني استطاعت ان تخرج الى فعاليات دوليه، أن تساهم في مثل هذه الفعاليات، يعني استطاعت أن تعلن أكثر من مرة بأن العراق لا يمكن إلا أن يكون منطقة هي جسر لتفاهم إيراني سعودي. العراق ساهم في المؤتمرات اللي نظمتها الأمم المتحدة وعلى مستوى القارة الأوروبية. هناك شيء أنا ما يهمني ما مضى، يهمني هل هناك استكمال وتنضيج وزيادة إيجابيات في الحكومة القادمة. أنا أقول من الممكن أن تكون هناك تكملة لأسباب كثيرة. العراق طالما تمسك بنهج اختطه في سياسته الخارجية قبل حكومة السيد الكاظمي، نعم، اللي هو يقوم على معادلة كسب الأصدقاء وتحييد الخصوم، هذا مبدأ بالسياسة الخارجية. نعم. طالما أن العراق سيحاول أن يستكمل مسألة ضرورة وجود خطاب سياسي خارجي واحد وليس خطابات سياسية خارجية متعددة، فيستطيع أن يكمل مسيرة النأي الإيجابي بالنفس. العراق طالما سيبقى متمسكا بضرورة مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، هذه مسألة إيجابية لابد وأن تستمر. العراق طالما إنه سيكون منحازا لكل طرف يحارب الإرهاب على المستوى العالمي، هذا نأي إيجابي بالنفس. والعراق طالما يكون، لكن عذرا المقاطعة دكتور، قضايا مثلا منع التطبيع وتجريم سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني، هذا قرار برلماني شعبي، ما تقدر حكومة الكاظمي ولا السوداني ولا أي حكومة كانت أنه تغير هذا الموضوع لأن بقرار برلماني. دعني أنتقل إليك سيد مؤيد، نقدر نحكي عن منجزات بفترة الحكومة السابقة، مثلا منجز خفض قيمة الدينار مقابل الدولار، منجز رفع الأسعار أمام الفقراء، ومنجز أكبر صفقة فساد بالتاريخ وسرقة مال عام وتجذر الفساد وتعميقه بالدولة العراقية. يعني واقعا أنا لا أجد منجزات لحكومة السيد الكاظمي، ليس لي مشكلة شخصية مع السيد الكاظمي، لكن هذه طبيعة حكومة يعني غير كفؤة، شكلت في ظرف يعني سياسي استثنائي في العراق. شخص رئيس الوزراء السابق الكاظمي لا يمتلك المؤهلات في إدارة قسم وليس لإدارة رئاسة وزراء العراق، العراق العظيم بكل إمكانياته وموارده البشرية وموقعه الجغرافي في ظل كل هذه التحديات الإقليمية والدولية. يعني طبلوا رؤوسنا بعملية خفض قيمة الدينار ورفع سعر الدولار، ما الذي جناه الشعب العراقي؟ علما أن هذا القرار أتى في فترة حرجة في ظل يعني قمة أزمة كورونا، وكانت الناس المصالح معطلة، الناس تبحث عن مصدر عيشة إلها، جاء هذا القرار ليرفع أسعار المواد الغذائية والخدمية وأيضا يعني أسعار الدواء في تلك الفترة التي كانت يحتاجها معظم أبناء الشعب العراقي تضاعفت بشكل كبير جدا. هذا يعني كانوا يقولون لزيادة الاحتياطي، أين ذهب الاحتياطي اليوم؟ هناك سرقة، هل هو الاحتياطي اليوم فعلا موجود أم تم سرقته كما سرقت أمانات هيئة الضرائب؟ أعتقد قرارات السيد الكاظمي يعني إنجازاته يعني صفر إنجاز واقعا، يعني لا نتكلم من باب البغض أو مسألة شخصية، لكن نتكلم عن أرض الواقع. مسألة يعني الملفات الخارجية التي تكلم عنها السيد دكتور عامر، يعني فيما يتعلق بقرار التطبيع، القرار التطبيع فعلا قرار شعبي وبرلماني، والعراق لديه هذا الأمر من الأمور العقائدية والثابتة في نهج أبناء الشعب العراقي. لكن ماذا فعل السيد الكاظمي؟ هناك مناورة واضحة لأن يكون هناك تشبيك اقتصادي مع هذه الدول المطبعة من خلال الى مصر، منح استثمارات الى الاردن. اليوم هل من معقول الاردن نقص واضح في الكهرباء ونستورد؟ وقتنا عذرا يعني لضيق الوقت سيد مؤيد، اود ان اسالك سؤال اخير، كل رئيس وزراء يعني نسمع
انه قبل ما يطلع وتنتهي ولايته ياخذ ضمانات بعدم محاسبته عن بعض الملفات اللي ممكن يتحاسبون عليها. ممكن ان تتم محاسبه الحكومه السابقه عن بعض الملفات لو راح يعني تعتبر سياسه انتقام من قبل اي حكومه تاتي. هي ليست سياسة انتقام، أنا برأيي يجب أن تتوفر الإرادة السياسية والشجاعة لحكومة محمد الشاع السوداني مدعومة بالسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية لمحاسبة السيد الكاظمي بدءا من قضية المطار وخرق المطار من قبل المخابرات الأمريكية باعتراف وزير الخارجية الأمريكية بومبيو عندما شرح كيف استغلت القوات الأمريكية وتواجدت في المطار في زمن يرأس جهاز المخابرات السيد الكاظمي، بدءا من هذه القضية إلى قضية سرقة أمانات هيئة الضرائب من ناس مقربين ومستشارين للسيد الكاظمي، وتتخلل بين قضية المطار وسرقة الأمان عشرات يعني شبهات الفساد والأدلة الحقيقية الواضحة، العديد من شبهات الفساد سواء كان في الموانئ في الجمارك وغيرها سوف تطرح تدريجيا. طيب، هذه الأموال هي حق للشعب العراقي، إذن ستطرح سيد مؤيد؟ يجب أن تطرح، وإلا فبالتالي يعني هذه الكتل السياسية قد تكون تعاونت او غضت الطرف، وهذه اموال الشعب. وصلت الفكره، شكرا جزيلا لكم سيد مؤيد عضو شبكه الهدف للتحليل السياسي الاستاذ مؤيد العلي، كنت ضيفا كريما وشكرا جزيلا لكم. عميد كليه الامال الجامعه واستاذ العلوم السياسيه الدكتور عامر حسن فياض، شكرا لكم دكتور، كنت ضيفا كريما وشكرا جزيلا لكم. مشاهدينا الى هنا وصلنا واياكم وضيوفنا الكرام الى ختام حصادنا لهذه الليله، والى اللقاء في حصاد اخر.